السلام عليكم اخواني، كيفكم؟ شو اخباركم اليوم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. الله يسعد صباحكم. يوم فت الصبح تفاجأت بهذا المنظر، شايفين ما شاء الله الدنيا قايمة قاعدة. حبيت صوركم هذا المنظر، ما شاء الله برد كثير، يعني اليوم ناقص 10 اليوم درجة الحرارة. طبعا دخلت عاصفة لعنا على السويد، صار لها 4 ايام، وبالعادة بينزل تلج بس ما مثل هذا التلج اللي نزل هالفترة، يعني بينزل بيدوب، بس هالمرة نزل وعلق. باقي لسبور فيجن دقيقة. هذا هو سبور فيجن، وصل الحمد لله. حاليا طلعت من السبور فيجن، هذا هو السبور فيجن كما شايفين وراي. حاليا نزلت من سبور فيجن، هذا هو هون. طبعا انا تحت نفق فالتلج خفيف. هون طبعا عندنا تركسات اخواني بيجرفوا التلج، بيحطوه بمناطق او بزوايا مثل هيك مشان المشاة، بعدين بيرشوا بحص، هو عبارة عن حجر صغير مشان الواحد ما يسحط. وهن بصراحة البلدية ما عم تلحق، هذه محطة الباصات، شايفين اخواني سمك التلج بالاراضي. هذا رقم الباص 99، وهذه محطة الباصات بفرولندا توريد. هلا وصلت حاليا على منطقة اسمها باكابلان، هذه هي المنطقة هون. طبعا مثل العادة كله ثلج، الدنيا مسقعة، حتى طلعوا اخواني هون على الازاز تاع الباص، شايفين؟ صلوا الوضع عنا 4 5 ايام هيك، مثل ما قلت لكم بينزل بالليل الثلج، بتلاقوا الدنيا بلشت تكبس ثلج، والصبح بتلاقوا الوضع كله قايم قاعد. بلشت عنا الشتاء مزبوط، هو كان في برد من شي اسبوعين بس هلا حاليا صار الجو ابرد. شايفين منظر الشمس هون، وهذه باكابلان. وصلت هوني على متجر اسمه إلي جيجانتن اخواني. طبعا هذا المتجر ببيع ادوات كهربائية، موبايلات، ومنها قلت صوركم صباح ياتوبوري كيف المناظر الحلوة عنا بالتلج. هذا محل إلي جيجانتن، عامل عروض على التليفونات هون والكمبيوترات. بصراحة عروضه هاي السنة حلوة كثير، هذه عروض كمان هون. طبعا هدول الكفرات والستيكر بروتكشن، هذا الايباد اذا حدا بده يعمل فحص بي سي ار، مثل ما شايفين العالم كله على الدور، اذا حدا بده يفحص بي سي ار فينو يفحص. هذا مركز تجاري صاير موقعه بباكابلان. طبعا هون كمان منزلين عروض،
طبعا عندنا بشوارع يوتيوبوري بفصل الشتاء بيرشوا ملح على الارض مشان ما الثلج يتم ماسك هيك، يعني بتشوفوا انتم الثلج بيتم طري فمشان ما يجمد. هذا فندق كلاريون. العالم هون بلش تسحط من الارض بعد ما ورجيتكم الصباح داخل يوتيوبوري، راح ورجيكم الوضع المسائي عندنا كمان مدينة يوتيوبوري، راح صوركم شوي بالليل حتى تعرفوا كيف الاجواء عندنا الشتوية. هذا هو هلا بلش الثلج ينزل شوي شوي بشكل خفيف. طبعا في عمال تعين المباني السكنية بيرشوا بحص صغير مثل ما خبرتكم سابقا مشان الشخص ما يسحط او اي شخص ماشي ما يقع على الثلج. بلش يدخل هواء مثل ما سامعين صوت الهواء كتير قوي. طبعا هذا الوضع عندنا ببلش من هذا الوقت اخواني من الساعة تقريبا 4:30 4 العصر 5 الى ثاني يوم الصبح، وانتم سامعين صوت الهواء مع الثلج مع البرد مع فصل الشتاء. يعني بصراحة في ناس خارج السويد او اذا ساكنين بدول ثانية بيحسدونا على هيك اجواء، لكن بصراحة هيك اجواء اخواني يعني بتعمل كآبة. بلش الثلج يزيد مثل ما شايفين، صار الجو ابرد بكثير من اول، وهذا هو الوضع عندنا بيتم هيك بالليل لا ثاني يوم الصبح. يعني سبحان الله اخواني في دول بتلاقوا فيها حر كثير مثل دول الخليج او باقي دول ثانيه، وفي دول بتلاقوها بارده كثير كثير. فنحن سبحان الله يعني صح هي السويد دوله راقيه ودوله اوروبيه وفيها حياه كويسه وحلوه، لكن حياه اجتماعيه ما في. فصل الشتاء مثل ما شايفين بيتم هلا عندنا 6 شهور كله كآبه. الامور كلها بتتغير بالسويد لانه نحن طبعا خط الشمال. وعلى فكره اخواني في معلومه كمان حاعطيكم اياها، انا كنت ساكن سابقا بالشمال السويدي. طبعا الشمال السويدي يعني جدا الحياه صعبه فوق، يعني كآبه 100%، لكن الجنوب شوي ارحم، بتلاقوا انه الجو معتدل، يعني بدوب الثلج بيرجع بينزل، بيرجع بيجي مطر، بيرجع هواء، بيرجع برد. اعطيكم فكره كامله عن الاجواء بالسويد بيوتيوبوري، كيف فصل الشتاء عندنا، كيف بيتغير الطقس، كيف بيتغير التوقيت، بصير النهار قصير والليل طويل. فهذه الاوضاع عندنا بشكل عام باختصار الحياه الشتويه بالسويد. المواصلات عندنا ممتازة طبعا، متوفرة ليلا نهارا لوقت معين طبعا بالليل. هذه هي المواصلات، في عندنا باصات، في عندنا قطارات داخل المدينة. هذه الساحة صورت لكم اياها اول الفيديو انا وطالع بالباص على منطقة اسمها باكابلان، بس حبيت اخذ لكم كم صورة فيها بالليل فرجيكم كيف الوضع ليلا. طبعا هذه المنطقة اسمها فرولندا توريت. هذا المنظر هلا عنا هون تحت البيت، مثل ما شايفين الدنيا ليل. لا تنسوا تشتركوا بالقناة، تفعلوا الجرس اذا عجبكم الفيديو، اكتبوا لي بالتعليق شو رايكم باجواء السويد عنا. ان شاء الله بلاقيكم بفيديو جديد. اخوكم دايفر ترافل، تصبحوا على خير.